بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم غادي نتكلم على شنو باقي تابع الناس اللي نجحوا في مباراة التعليم، من خلال جوابي على سؤال ماذا بعد النجاح في مباراة التعليم. إذا في هذا الفيديو غادي نعطيكم المسار الصحيح اللي خصو يتخذوا أي واحد نجاح في مباراة التعليم، لأنه النجاح في مباراة التعليم ماشي المعنى ديالو كما كنقولوا بالمثل المغربي قطعتي الواد ونشفوا رجليك، بل هو عكس ذلك تماما، لأنه تصبح لديك مسؤولية كبيرة، مسؤولية أمام الله عز وجل في تبليغ الرسالة النبيلة، ومسؤولية أمام أطفال أبرياء أنت قدوتهم لتأخذهم لبر الأمان إن شاء الله. قوم معايا في قناة تربويات مع الأستاذ أستاذ محمد البخاري باش نعرفوا شنو عندنا في هذا الفيديو. مرحبا بكم. أولا كنبارك لكل واحد ووحدة نجح ونجحات في مباراة التعليم، مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقين الاجتماعيين. مبروك عليك والله يسر الأمور في باقي المراحل إن شاء الله. الآن دزتي واحد المرحلة صعبة جدا أنك تقبل في مباراة التعليم، باقي المراحل أصعب بكثير غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو. إذا أولا كما كتعرفوا بأنه ملي كنجحوا في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي لمباراة التعليم، خصنا ندوزو واحد 8 ديال الأشهر ديال التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. إذا في هذا المركز غادي نتلقى تكوين حضوري ينقسم إلى شقين، شق نظري وشق تطبيقي. الشق النظري كنتكلموا على التعلمات والمعارف إلى غير ذلك، والشق التطبيقي كنتكلموا على تطبيق التعلمات، الخرجات الميدانية، يعني غادي تخرجوا إلى الميدان، غتخرجوا غادي تقابلوا أساتذة، غادي يوجهوكم وغادي تستفدوا منهم إن شاء الله خلال التكوين. وبالموازاة مع هذا التكوين الحضوري في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لازم على كل واحد فيكم أنه يدير تكوين ذاتي، لأنه هو أهم حاجة، يشوف النواقص ديالو ويشوف الحاجات اللي هو في أمس الحاجة إليها باش يطورها ويكون أفضل إن شاء الله في بداية الموسم الدراسي 2021-2022 إن شاء الله. إذن هاد التكوين الذاتي اللي كنهضر عليه خصو يبدأ من النقائص اللي عندك، شوف فين عندك النقص، واش في اللغة الفرنسية ولا في اللغة العربية ولا في الرياضيات، وخدم عليه دمر عليه باش إن شاء الله بإذن الله تكون أستاذ واشمن كما كنقول. إذا التكوين اللي قلنا في المراكز الجهوية اللي كيدوم 8 ديال الأشهر اللي فيه النظري والتطبيقي، في الأخير يختتم بامتحان المجزوءات. امتحان ديال المجزوءات النقطة ديالهم مهمة بزاف. فين مهمة؟ مهمة في التعيينات، يعني باش تجي في منطقة مزيانة خصو يكون عندك واحد الاستحقاق وتكون احتليتي مراتب مزيانه في الكلاسمون ديال هاد الامتحانات ديال المجزوءات. اذا اهم نصيحه اللي ممكن نقدم لك هو انني نطلب منك انك تثابر ودير اكثر ما في جهدك ان شاء الله باش تكون قدوه وتكون احق بهذه المهنه النبيله الشريفه، حيث من بعد التكوين غادي تصادف مع الممارسه الصفيه اللي هي الخدمه في القسم، والخدمه في القسم مع تلاميذ ابرياء خصك تكون نتايا هو القدوة ديالهم، واللي انت خصك تجرهم الى بر الامان ان شاء الله، وتخليهم ان شاء الله يكونوا اطر واساتذة ويكونوا في مراتب عليا ان شاء الله. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، مبروك عليكم مرة ثانية، وما تنساوش ديروا اكثر ما في جهدكم باش تشرفوا بالمهنة النبيلة ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.